الكاربين بعد كده برضو السترونج بيز اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد بيعمل لي دي بروتونيشن للفينول، بيسيب لي على الفينول او على الاكسجين نيجاتيف تشارج يحولها للفينوكسيد. طبعا الفينوكسيد الانين يحصل النيجاتيف تشارج دي ممكن يحصل لها دي لوكاليزيشن على الاروماتيك رينج، هتسيب لي برضو نيجاتيف تشارج على البوزيشنز بارشل نيجاتيف تشارج على البوزيشنز نيجاتيف الاورثو والبارا. عشان كده لما بيجي يحصل فورميليشن بيحصل في الاورثو بوزيشن. بعد كده بيحصل النيوكليوفيليك اتاك من الدايكلوروكاربين على الاورثو بوزيشن، يكون الاول انترميديت دايكلوروميثايل سبستيتيوتد فينول، اللي بعد كده بعد البيزك هيدروليسيس اخر خطوه بنعمل هيدروليسيس عشان يكون لي الديزايرد برودكت او التارجت برودكت بتاعي اللي هو الاورثوفورمايل فينول. اخر نوع من انواع التفاعلات اللي هو الكولب شميت رياكشن، والكولب شميت رياكشن اتسمى برضو على اسامي بنسميهم نيمد رياكشنز تاني، لان هي بتسمى على اسامي الساينتست اللي اخترعوها او اللي اكتشفوها. الكولب شميت اتسمت على اسم العالمين اللي هم كولب هيرمان كولب ورودولف شميت. الطريقة دي هو بيفعل الفينول مع الكربون دايكسايد في وجود الصوديوم هيدروكسايد علشان يكون لي السلسلك اسيد، وطبعا عارفين السلسلك اسيد is a very important pharmaceutical product لان هو البريكورسر لصناعة الاسبرين. ففي الرياكشن ده هو بياخد الفينول مع الكربون دايكسايد بيعمل له كاربوكسيليشن اللي هو باستخدام درجة حرارة عالية و atmospheric pressure بيوصل لحوالي 100 atmospheric pressure، وبعدين يعمل treatment للبرودكت بالسلفيوريك أسيد. final product هيبقى الأروماتيك هيدروكسي أسيد أو السلسلك أسيد. كده احنا نعتبر غطينا اهم حاجة في الفينولز، او يعني بطريقة اللي عادة بنغطي بيها اي تشابتر. اخدنا النومنكليتشر، وبعدين اخدنا السنثيسز، وبعدين الرياكشنز والكيميكال بروبرتيز. الجزء الاخير ده اللي هو تطبيقات الفينولز بقى، غير ان احنا يعني احنا دردشنا شوية مع بعض في الاول على موضوع الفينولز وفي الديتول، وطبعا ده حديث الساعة اليومين دول، وهل نستخدم ديتول ولا نستخدم الكحول ولا الكلام ده كله. وانا اديتكم assignment على ازاي يعني تقولوا لي، او يعني المفروض انتوا اللي هتجاوبوا عليا هل استخدام الديتول فعلا فعال في القضاء على البكتيريا والفيروسات، هل هو فعال فعلا في القضاء على الكورونا فيروس او التعقيم، والميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه بالظبط ازاي. وقلت لكم انا عايزه يعني اشوف الكيميكال رياكشن ازاي بيتفاعل كيميائيا مع سواء السيل ممبرين او السيل كاسكيد في الفيروسز او في البكتيريا او في الفيروسز، عايز اشوفه ايه بالكيميكال ستراكشرز. anyways الديتول مش هو طبعا الاستخدام الوحيد للفينولز في حياتنا، انما في الدراجز في الاندستري وفي الدراج استخدامات كتير للفينولز زي ما هنشوفها في السلايدز القادمه. من ضمن الاستخدامات للفينول ان هو بنحضر بيه بطريقه تعتبر الى حد ما بسيطه البيسفينول اي. البيسفينول اي او معروف as بي بي اي، ده organic synthesis compound بيكون باستخداماته mainly في البلاستيكس، وبيستخدم في زي ما انتم شايفين في الصورة في الووتر بوتلز الحديثة. طبعا البيسفينول ايه استخداماته برضو اول ما طلع كانوا مستخدمينه البيبي بوتلز في السبورت اكويبمنتس في السي ديز وفي الدي في دي، انما في حديثا يعني كلام على البي بي اي ان هو زينو استروجين. زينو استروجين يعني بيعمل استروجين ميمك او مشابه للهرمون الاستروجين. ده طبعا رفع تساؤلات كتير، ومن 2008 في كلام على منع استخدام البي بي اي في عمل بالذات زجاجات الميه، لان الانسان بيتعرض لشرب منها كتير. طبعا هو تاثيره كاستروجين او بديل الاستروجين خفيف، انما هو لسه طبعا يعتبر ليه كده برضو ايه تاثير هرمون. البي بي اي برضو او زجاجات البلاستيك المعموله منه بيديلهم اخطار كبيره على البيئه، غير ان هم
البايودجرابيلتي بتاعته طبعا مش مثالية، لكن هو لما بيعمل اكيوميليشن في التربة بيتدخل مع النيتروجين فيكسيشن او التثبيت بتاع النيتروجين في التربة، ده طبعا بيقلل نمو المزروعات، برضو بيقلل النيتريت الموجودة في التربة، وبيقلل لي النيترايت برضو ريدكتيز. فهو يعني ايه ليه تأثيرات بيئية كثيرة، انه احنا هنا جست ان احنا هندرس يعني ايه من الناحية اللي هي، لان برضو it was revolutionary او يعني كانت عملية عظيمة اكتشاف البلاستيكات في هذا الوقت. فهندرس طريقة تحضيره زي ما انتم شايفين في الرياكشن اللي تحت، هو عبارة simply عن تفاعل 2 moles of phenol مع 1 mole of carbonyl compound زي مثلا الأسيتون. بيحصل هنا loss of ووتر عشان يكون لي الدايمر اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ما يسمى بالبيسفينول A، اللي يقدر طبعا نعمل بعد كده منه بوليمرايزيشن او بوليمر كبير ونكون منه البي بي اي بلاستكس او رازنز. تاني نوع من الاستخدامات اللي هندرسها very interesting، اللي هو استخدام الفينول في عمل الباكيلايت. الباكيلايت ده كان اول، يعتبر اول ريزن او اول بلاستيك الانسان يعمله، كان اتعمل بواسطه بلجن امريكان كيمست اسمه باكي لاند في نيويورك سنه 1907. طبعا عمل له بيتنسي واتشهر الكيمست ده جدا، ويعني واختنى غنى فاحش من اللي هو الايه صناعه الباكيلايت ده. الباكيلايت داخل فيه صناعات كتير من البلاستيكس والكيتشن وير، البايب سيستمز او اللي هي المواسير. الصورة اللي انتوا شايفينكم دي لصورة التليفون اللي كان بيتعمل في هذا الوقت، التليفونات كانت بتتعمل من الباكيلايت. الانسيوليتور اول مرة برضو يعني يبقى فيه انسيوليتورز للكهرباء او عوازل للكهرباء، عازل للكهرباء من مواد مصنعة كيميائيا وتكون افكتيف. كل ده كان في اوائل القرن اللي فات. صناعة الفورما الفينول فورمال دايد رازن او الباكيلايت هي ببساطة بيفاعل فينول مع فورمال دهايد. طبعا البروسيس مش as simple as that، هي محتاجة equipment كبيرة، بتتم بطريقة صناعية. الاول بيفاعل الفينول مع الفورمال دهايد في وجود هيدروكلوريك اسيد او زين كلورايد او امونيا. ده طبعا ما بيدلوش المنتج النهائي، بيدلوا منتج الى حد ما soft شوية، بيرجع يعمله heating further وبيمر على كذا مرحلة صناعية لغاية لما بيتكون لي اللي هو الثيرموسات او الفورمال الرازن اللي هو بالشكل اللي احنا عارفينه ده. اخر نوع من الابليكيشنز يمكن ده اهم حاجه لينا بقى بالنسبه لطلبه كليه صيدله، اللي هو السنتسيز اوف اسبرين. طبعا مفيش حد ما سمعش عن الاسبرين. الاسبرين ده اللي هو جاي من السلسليك اسيد، بيفعلوا السلسليك اسيد مع الاسيتيك انهيدرايد، وده نوع من انواع الاستريفيكيشن رياكشن عشان يعمل الميثايل سلسليت او هو ما هو معروف بيه الاسبرين. التو رياكشنز اللي احنا هنشوفهم اللي احنا شايفينهم قدامنا ده، اول حاجه اللي هو طريقه تحضير السليسيليك اسيد. الاول احنا لو خدنا، ممكن لو ابتدينا من الفينول، الفينول طبعا لو فعلناه مع الصوديوم هيديني الصوديوم فينوكسايد، يبقى اول كومباوند عندي الصوديوم فينوكسايد ده. لو عملت له كربوكسيليشن يعني فعلته مع الكربون دايكسايد عند درجه حراره عاليه وضغط، هيكون لي الصوديوم سلسليت. الصوديوم سلسليت لو عملت له هيدروليسيس هيديني السلسليك اسيد. هو السلسليك اسيد اللي بيعتبر البريكورسر بالنسبه لي. تفاعل بقى السلسليك اسيد الرياكشن الثاني نشوفه اللي هو تفاعل السلسليك اسيد مع الاسيتيك انهيدرايد، وبنفضل استخدام الاسيتيك انهيدرايد مش الاسيتيك اسيد، لان الرياكشن ده لو حصل هيدروليسيس هيبقى ريفرسيبل رياكشن، بنفضل استخدام الاسيتيك انهيدرايد يعني يعتبر اسيتيك without water يعني، علشان يحصل يديني التفاعل على الهيدروكسيل جروب اللي هو الأورثو أسايليشن اللي كنا لسه متكلمين عليه من شوية، سوري الأكسجين أسايليشن اللي كنا لسه متكلم عليه من شوية، فيديني الميثايل سلسليت وهو مع بي اسمه التجاري الأسيد.